لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. عن النهاردة اضطراريا النادي الأهلي بيلعب بهذه التشكيلة نتيجة العديد من الإصابات. محمد هاني بيلعب قلب دفاع، وسام عاشور وعمرو السولية بيلعبوا اتنين ارتكاز في نص ملعب النادي الأهلي، قدامهم أحمد حمودي وناصر ماهر ومحمد شريف اللي بيبدأ النهاردة مشواره الأفريقي. بدأت أحداث المباراة، النادي الأهلي بيلعب منذ عودة النادي الأهلي إلى المسابقة المحلية، ودي الكرة العرضية يا مروان محسن بتعديه، بتعدي من مروان محسن، أمامنا أهو مروان محسن أهو، أدي الكرة من ناحية اليمين اتلعبت عرضية من حمودي لفة باتجاه المرمى يخطئها مروان محسن، منقولة على الأرض من آشا جيرما يلعبها في الأمام إنما توصل إلى شريف. أدي الكرة البينية الأمامية باتجاه محمد شريف، استلام حلو محمد شريف عايز يعدي، إنه بيستحوذ على السكند بول دايما، سكند بول يعني الكرة مرتدة من الدفاع، وفاول لصالح أيمن أشرف. بعد رحيل كارتيرون لعبت من ناصر ماهر جوه منطقة الجزاء يطفري الأثيوبي، عندهم ميزة في السرعات، بص السرعات يا جماعة لسه بقول ميزة في السرعات رغم إن سي دي بي حمودي وقف عند ضد واحد، خدع حمودي هيعمل عرضية ولا إيه؟ عدى إنما على طول على الأرض، ترجع على طول إلى حارس المرمى، بلعب كده والتمريرة وحلوة مش ممكن، يا والجول جوه جول، الهدف الأول، الهدف الإفريقي الأول، ناصر ماهر يبدأ مشواره التهديفي مع النادي الأهلي في مباراة إفريقية، أول هدف لناصر ماهر مع الفريق الأول للنادي الأهلي، يا ناصر يا ماهر، ناصر ماهر من جيل ذهبي، جيل المنتخب الأولمبي الحالي وجيل منتخب الشباب السابق اللي لعب 2017 في بطولة أفريقيا يسجل أول أهدافه الإفريقية في الموسم للنادي الأهلي. جت كورته في العارضة، أدي الكورة مرة تانية، دقيقة 9 من اللقاء، وأدي الكورة بتخبط في كوليبالي وترتد تاني مرة تانية على طول من البينية ناحية اليمين على طول، يا سلام عليك ولد يا كريم يا ندفد، إنما عايز يعدي كده من ورا الباك الشمال إلياس أتورا، انما تطلع الكوره الى خارج الملعب ضربه ركنيه. ادي كريم ناحيه شمال لمحمد شريف، موقف واحد ضد واحد اللي بيعدي منه، عدى محمد شريف، عدى ويلعب 80 اكتر لاعب على ارض الميدان لعب مباريات افريقيه للنادي الاهلي وحمودي عدى، انما ترجع الكوره لحراسه المرمى دانييل اجايدي. جريكو موقف واحد ضد واحد لعبها قصيره، انما ايمن اشرف يلعب العرضيه، انما هم على فكره تمركزهم الحقيقه يعني من اللعيبه المميزين جدا ولهم فضل في فوزهم بالدوري السنه. اشا جيرما عايز يعدي وعدى ولعب البينيه، انما كانت الحته ديت يقدر يعمل اللي هو عايزه. محمد شريف بيعمل الايه، لعبت مره ثانيه دي جريكو يلعب العرضيه من حمودي هات وخد، حمودي وناصر ماهر، حمودي تسديده من بعيد تطلع بره الملعب احمد حمودي، المباراه رقم 12 افريقيا لهذا اللاعب اهو، حمودي رقص فتح احد ايام 21 22 23، دي كره بينيه خطيره جدا خطيره جدا، حمودي عدى حمودي والعرضيه مش ممكن، يا مش معقول مش معقوله، يا 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 كان هيجيب الجول الثاني، كان هيجيب الجول الثاني في مشواره مع النادي الاهلي في نفس اللقاء، يا مش معقول مش مع اهلي جدا اختراقهم. ادي السولية ويلعب عرضيه، بص الكرات العرضيه بتاعت تحت راس الحربه في الجنب جبهه اليمين، حمودي يلعبها بينيه انها في اليمين لاودي، عكس كره عرضيه محمد هاني عشان كدير كيرون وطلعها، وادي ماهر والعرضيته حطها عرضيه، محمد شريف يلعبها ضربه راسه حطها في الامام عند وكارة، انما تسديده من بعيد خط المرمى والكره بقت هدف. ادي الكره اتلعبت عرضيه، حط ايده فيها دانيعيه او في المسانده الهجوميه، وادي الكره للامام الكعب كده ساتورا ينقل الكره نص الملعب، انما يخش تاني جريكو الايفواري جريكو يلعب البينيه، انما على طول تعدي تروح لحمودي يلعب البينيه، حمودي يا ولد يا مروان يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام يا مروان يا محسن، يجيب الهدف الثاني في الدقيقه 39 2-0، مروان محسن يجيب هدفه الافريقي الثاني، هدفه الافريقي الثاني، بقول لكم في جعبته هدف واحد بس السنه اللي فاتت في مرمى
فريق اونانا اللي هو اللي لعبوا النادي الاهلي اونانا الجابوني. ادي الكره لف وحطها على يمين. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.